السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الإنذارية إن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التوقعات والمستجدات الحالة الجوية بالمغرب إن شاء الله. فلا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا إن شاء الله. وابتداء من يوم الأربعاء ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بإذن الله، وقد تصل إلى 36 درجة بمراكش، وأقصى درجة سوف تسجل بتيرودانت ب 39 درجة، وكذلك أمن رياح نسبيا قوية بإذن الله، مع احتمال ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وقلميم 36 درجة، فومزقي 32 درجة، وزاقورة 32، ورزازات 29، وطقس حارة على بن قرير كذلك 35 درجة، وخريبقة 32، وسطات 32، بني منال 32، وخنيفرة 31، سيدي سليمان 33 درجة، وفاس 32 درجة، ومع احتمال كذلك في الجهة الشرقية تكون 28 درجة. بالنسبة للأقاليم الجنوبية المملكة سوف تكون تسجل كذلك 36 درجة بقلميم، وكذلك 39 درجة بأسمارة، وبوجدر 25 درجة، والداخل 20 درجة، وكذلك تجلى بإذن الله 38 درجة، مع احتمالية ارتفاع في درجات الحرارة واستمرار الأجواء الحارة ليوم الخميس كذلك، وقد تصل إلى 40 درجة أقصى جنوب المملكة بإذن الله، خصوصا على كذلك الداخل ستصل 26 درجة، وبالنسبة للتشال قد تصل إلى 40 درجة بإذن الله. كذلك بالنسبة لباقي المدن الأخرى فيحتمل استمرار الأجواء الحارة كذلك على الجنوب الشرقي وعلى تيرودانت ومراكش والمناطق الداخلية بحول الله. يتوقع استمرار الأجواء الحارة كذلك اليوم الجمعة إن شاء الله، واستمرار الأجواء الحارة بحول الله ليوم الجمعة مع انخفاض طفيف. بالنسبة كذلك اليوم السبت فيحتمل إن شاء الله، ويتوقع كذلك انخفاض طفيف في درجة الحرارة ابتداء من يوم الجمعة، سوف تعرف بعض الانخفاض الطفيف بحول الله، ويبقى العلم لله.